متابعينا الأوفياء في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يتجدد لقائي بكم من هنا من مدينة طنجة مع أسئلة دينية جديدة. وأسئلتنا لهذا اليوم: آخر سورة نزلت في القرآن الكريم، ومن هي مرضعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا هديتنا كالعادة القرآن الكريم مهداة من طرف جمعية نسائم الخير. بقوا معنا باش نعرفوا شكون الفائز بهذه الهدايا اليوم. عرفنا عليك. محمد سوري من مدينة طنجة. مشرفين أخي محمد. أنا السؤال ديال اليوم كيقول: من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صراحة ما عرفتهاش. هي معروفة صراحة بيني وبينك. لا والله ما عرفتها. واخا نعطيك سؤال آخر إذا جاوبت على هذا مزيان. بمناسبة رمضان، ما هي آخر سورة نزلت في القرآن الكريم؟ آخر سورة نزلت في القرآن. ستيتو مزيو. سورة الإخلاص. لا. تكون سورة الكوثر. سورة النصر. هاني أخي محمد، الله يلا هاني. شكرا على المشاركة. مش مسلم أنا. لا مسلم، ولكن كتوقع كنساو كامل كنساو. شكرا بزاف. الله يجزيك بخير. شكرا. الله يرحم والديك. الله يرحمك. عرفناك. سميتي أمجد البيض. مشرفين أخي أمجد. عندنا جوج أسئلة، إذا جاوبت على واحد تربح معنا. مرحبا. أولا، من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمينة. حليمة. نعطيك حليمة السعدية. نعطيك السؤال الثاني، آخر سورة نزلت في القرآن الكريم. آخر سورة هي سورة ستيتو مزيان. والله ما عرفت. بدلك شي سؤال. جد. لا دابا حيت خصني تربح ضروري. لا بس يجب القرآن. لا لا دابا خصنا السؤال. سؤال نعطيوك شي سؤال آخر. شي اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير محمد؟ مصطفى. شي اسم آخر؟ أحمد. طه. عرفنا الحل. ما رجعك شي خاوي ضي ما رجعك خاوي. هذا القرآن، القرآن الكريم، وفيه واحد الكتيب صغير. شكرا بزاف. شي كلمة أخيرة. أتمنى لكم التوفيق لدى الجريدة ديالكم. الجريدة ديالكم. شكرا. نجودك القرآن أنا بغيت نجودك. بارك الله فيك. سير قلنا شي حاجة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله عليك. الله يعلم معلم. شكرا جزيلا. الله ينورك. الله يحفظك. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.